الاستثمار. الاستثمار وما أدراك ما الاستثمار. اليوم شي مرة كنتكلم مع واحد الوزير في الاستثمار في الولاية السابقة، مشيت لعندو قلت له الله يخليك في البرلمان وسيدي يفني خصها شي وزين خصها كذا، الناس ما خدامينش كذا كذا كذا. قال لي شوف السي مصطفى، قال لي واش غادي المستثمر غادي يخلي واحد المنطقة فين يدير الكابلي ويرميه ويلحق اسبانيا يخليها ويجي عندك انت اللي في سيدي يفني؟ خممت لقيت الجواب ديالو صحيح، المستثمر كيلوث على مناطق قريبة من لوطوروت، قريبة من مناطق ديال التصدير من السوق ديالو. ولكن شنو الدور ديال ميثاق الاستثمار؟ هو معالجة هذه الإشكالات. أنا هذاك السيد اللي بغى يستثمر في طنجة الله يعاونو، ولكن ما ياخذش الدعم بحال واحد بغى يستثمر في العيون، ياخذ قل باش مول العيون يشجعوا. وهذا هو علاش إلا سمحتوا لي وأنا راني واحد منكم، وهذا هو اللي خاصنا نفكروا فيه جميعا في المستقبل، نفكروا كيفاش مناطقنا وجهاتنا تعود عندها واحد الجاذبية اقتصادية، ويعود عندها واحد البنية التحتية اللي تساهم. أنا منين يقول لي هذاك راه خاصو طنجة باش يزرقوا ولا الحق اسبانيا، نقول له حتى أنا عندي البور في العيون، وعندي البور في طرفايا، وعندي الأيروبور في كلميل، وعندي البور في سيدي يفني، وخصنا نخدموا على هذه البنيات هذه، وعندي البور في الداخلة. وإلا عاونتيني هذه الحكومة المغربية وزدتي لي الدعم، أعطيتيه هو 30% وقلتي لي بغى يستثمر في العيون يدي 50%، راه كلشي الناس غتجي تجري للعيون، لأن غتشوف الربح وغتشوف الكلفة غتنقص. وإلا عاونتيني ودرتي لي واحد المنظومة ديال التعليم قوية باش نكون الشباب ديال المنطقة ويجبروا الخدمة ويدخلوا في هذا المخطط المتكامل، هذيك الساعة غتكون قدمتي لي خدمة في المنطقة ديالي. هذا هو اللي كتخدم عليه الحكومة في ميثاق الاستثمار الجديد، هو هذا. نجاوبوا على إشكالية عدم الاستثمار في هذه المناطق هذه. لأن نقول لكم نديروا أحسن المناطق الصناعية ونجيو ونديروا الملتقيات ما عرفتش، غادي تسهل شي ما غاديش تسهل. ولكن إذا كان ميثاق الاستثمار يعطي أولوية للمناطق البعيدة، غادي يكون الاستثمار في جميع المناطق على قدم الموازاة، لأنه المستثمر يفكر في المكاسب وفي الربح ديالو، هذا ماشي عيب. فهذا الموضوع هذا أيضا تشتغل عليه الحكومة. الحمد لله شفتي وصاحب الجلالة استقبل السيد رئيس الحكومة تدبير هذه الأزمة هذه، لكن تدبير هذه الأزمة هذه ما خصش يكون في واحد الفئوية، لأن عندنا جوج مسؤوليات، عندنا مسؤوليات مع الجيل الحالي اليوم، وعندنا مسؤولية مع الأجيال المقبلة. راه سهل ناخذوا إجراءات اللي تدير واحد الارتباك للتوازنات المالية في بلادنا، ومن هنا لعشر سنين ومن هنا لثمان سنين يوليو المواطنين يقولوا هذه الحكومة هي اللي سبات في هذا الارتباك اللي كتعاني منه بلادنا على مستوى. حنا قلنا ناخذوا القرارات الصعبة المرة اللي بعض الأحيان ما تيتقبلوهاش الناس، لكن أنا متأكد بأنه المواطنين المغاربة ملي كيهضروا معاهم المسؤولين ديالهم بصدق وكيعطوهم الحقائق وعلاش بناو الاختيارات ديالهم كيتفهموها وكيدعموها. وهذه الحكومة إلا خصها تخلص شي كلفة اجتماعية ما عندنا حتى مشكل نخلصوها، لكن المستقبل سينصفنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.